يمكن الأعشاب من أسهل النباتات اللي ممكن فعلاً نزرعها في بيوتنا، ممكن نستخدمها لما نحضر وجبات زي ما قلت الأكل، والكثير من الأعشاب لها فوائد في تخليص الجسم من الدهون وفقدان السعرات الحرارية. اليوم حنتكلم ونستعرض معاكم أنواع الأعشاب إيش فوائدها مع اختصاصية التغذية والصحة لمناء. اللي سعد لي صباحك. صباحك سعيد وصحي. يعني حقيقي فعلاً يمكن دائماً بنستخدم الأعشاب اللي نعرفها، لكن اللي دائما نعرفه انه دائما في يعني لخط ما بين انه كيف نستفيد منه وما بين كيف انه احنا ممكن نستخدمها بشكل خاطئ. لكن خلينا نتكلم في حقيقه عن فوائد الاعشاب بالنسبه لنا. طبعا دائما احنا كل ما نوعنا اكثر كل ما اخذنا فوائد اكثر، لكن بدنا ننتبه شو عم نستخدم، اي نوع اعشاب، اي نوع خضار، لانه اكيد في عندنا انواع من النباتات هي سامه ممنوع استخدامها. مشان هيك نحن لازم دائما ناخذ المعلومه من المصادر الدقيقه، نسال الاختصاصيين اللي هن مسؤولين عن اعطاء وتوصيل المعلومه الصحيحه. اليوم نحن عن طريق شاشتكم رح نحكي اكثر عن شجره المورينجا، وايضا كثير هلا ينحكى عن نبات الماتشا. هذا دحين هو احنا دائما بقول انه كل مره بنطلع بهبه جديده إيه؟ فهذه الهبه الجديده شجره المورينجا، وكمان حنتكلم عن عشبه الماتشا. صحيح. خلينا نتكلم عن فوائد شجره المورينجا، وهذه قلتي لي انها من الاشياء اللي دائما موجوده. يعني صحيح، هي قديمه طبعا، هي الشيء اللي بنقدر نقول ابدا ما نهبه، لانه هي شيء موجود من زمان. شجره المورينجا من اقدم الاشجار اللي كانت تطلع بمنطقة الخليج العربي، وأيضا موجودة بكثرة بالهند وشمال أفريقيا. طبعا هي هي شكل شجرة المورينجا يلي بتطلع عنا بالخليج، مشان هيك أنا جبتها معي. صراحة جبتها من جنينة بيتي، لأنه دائما بزرع الأعشاب، بزرع بصل أخضر، نعناع، بقدونس، بضيف على السلطات مشان يكون عنا زيرو كيلومتر فود. هذا المفهوم اللي هلأ جديد، هو هذا الترند أنه نحن نضيف زيرو كيلومتر فود، يعني مزروعة بمكان منا عايشين، ونقدر نجيبها إذا مثلا ما عرفنا نزرعها في البيت نقدر نجيبها جاهزة. أكيد. هي بتجي على شكل كمان باودر المورينجا. شجرة المورينجا هي شجرة طبعا في منها أنواع، احنا حنحكي عن فوائد شجرة المورينجا بشكل عام. في حبوب كمان، في حبوب وفي زيت من بذور المورينجا، في الباودر. هي فوائدها كتير كبيرة. أنا بعرف الفوائد، سموها شجرة المعجزة. طب ايش فوائدها؟ يعني احنا دائما انا ليش بقول هبه؟ لانه فعلا يمكن متواجده كثير. صح، متواجده كثير، بس يمكن ما بنعرف ايش فوائدها. صح، نتكلم عن الفوائد. طبعا هي فيها 4 أضعاف بوتاسيوم الموز. واو. فيها نسبه عاليه جدا من الكالسيوم، في دراسات بتقول 4 أضعاف الحليب كالسيوم، فيها 10 أضعاف حديد السبانخ، وبالتالي هي كثير كمان غنيه بالانتي اوكسيدنت يلي هو بكافح الامراض، بقوي جهاز المناعه. هي ليش عم يحكوا عنها كثير؟ لانه وجدوها بالبلدان الفقيرة مثل الهند وشمال أفريقيا، وأيضا وجدوها ببلداننا. يعني نحن بدل ما ندفع مضادات أكسدة بيريز وأشياء غالية، بنقدر نشتري أشياء رخيصة الثمن متواجدة عند الجميع، ناخدها نضيفة على السلطة بشكل أخضر. كيف يعني؟ أنا بس كده أقطعها ونضيفها وأحطها على؟ أكيد. فيك تأخذي الأوراق وتغسليهم، فيك تضيفيها على السلطة، فيك تطبخيهم، لأنه هن هي شجرة بتطلع أوراق كتير كبيرة. وفينا كمان نجففها ونحطها على الزعتر. أنا بضيفه على الزعتر. فينا نجيب الزيت تبع المورينجا نخلطه بالكريمات اللي بنستخدمها للبشرة، بمكافح لتلف البشرة. بالإضافة طبعا هي المورينجا فيها ألياف جدا عالية تكافح الإمساك، وأيضا جدا مفيدة لجهاز المناعة. يعني أنا حاسة المورينجا كمان شوية حصرف منها الشيكات، حيطلع لي من وراء الاتي ام فلوس. هلا المورينجا قد ايش مهمه مفيدة. يعني هلا هي تضبط معدل السكر الدم مشان وتحسن حساسيه الانسولين بالجسم، مشان هيك عم يوصوا فيها للاشخاص يلي عندهم سكري كثير منيحه. تضبط معدل السكر بالدم، تخفض الكوليسترول، لانه فيها كمان نسبه الالياف جدا جدا عاليه. بالاضافه المورينجا الكميه حقت الشاي مثلا، انت جايبه كوب. نعم. ابغى اعرف الكميه لو ابغى اشرب بس شاي. طبعا يعني تعتبر ملعقه صغيره بنحطها على
سلطه او على الزعتر او حتى بنقدر نعمل يعني هذا شاي. الكم يكفيني انه اخذ الفوائد منه. اكيد ما مبالغ. المورينجا طبعا هلا كثير حتى عم يعملوا منها حلويات، نضيفها للحلويات لانه هي بتعطي فائده عاليه وما بتروح فائدتها خلال الطهي. لازم نشيك عند الدكتور اذا بتنفعنا هذه الشجره او لا. هي فيك تشيكي عند اختصاصي التغذيه الاكلينيكيه، مش هيك انا موجوده معكم اليوم. يعني ما يحتاج دكتور ونروح. هو اختصاص النباتات اكيد من اختصاص الكلينيكال دايتيشن، هي اللي بتحكي لك هي مفيده لك او لا، لانه هذا من ضمن التغذيه العلاجيه. بس بتعتمدي قصدي على تحاليل لما هلا يعني لازم يكون في تحاليل قبلها عشان تقدري انت تقولي لها اكيد او بكل لا. تاكيد طبعا. هلا بدنا نحكي كمان ايضا هي كثير منيحه للكلى، بتنظف الكلى، كثير منيحه للي عندهم مناعه ضعيفه بيمرضوا كثير، مشان هيك نحن بنوصي نحن نضيفها كرمال نرفع معدل المناعه نكافح الامراض. انا سؤالي بس عشان يوضح للمشاهد انه هل مساء اقدر انا اصرف وقاعده في البيت اليوم بسمع نعم. اقدر انا اصرفها وعادي احطها في الاكل هي. ولا لازم ازور احد كلينيكي انه هو يقول لي كيف تاخذيها باي طريقه؟ تمام. هذا هلا نحن اذا بدنا ناخذها على باودر بكميه عاليه اكيد بدنا نستشير الكلينيكال دايتيشن، اما اذا بدنا نضيفها على اكلنا بشكل طبيعي مثل ما بنضيف النعنع، مثل ما بنضيف كل انواع الخضره والفواكه، وخصوصي فيها كثير بيتا كاروتين ولايكوبين وفيها كلوروفيل لانه لونها اخضر بشكل سريع لانه ما معنا كثير. الماتشا، الماتشا شاي ياباني طبعا هو من نفس النبته يلي بيطلع منها الشاي الاخضر، اعلى كثير 10 اضعاف انتي اوكسيدنت من الشاي الاخضر. واو. ونصف كميه الكافيين الموجوده بالشاي الاسود، وما بيسبب إدمان مثل الكافيين الموجود بالقهوة والشاي. بصير بتصدع راسك إذا ما شربتي فنجان القهوة اليومي. بيعطي مضادات أكسدة رائعة، بيحارب التعب والإرهاق، كتير منيح كمان للصفاء الذهن. ليه ما كنا نعرف عنه هذه كلها وموجود عنا ما شاء الله؟ يعني ليه ما كنا نعرف عنه هدول كلهم يعني بعد ما تعودنا على القهوة وتعودنا على كل هذه الأشياء؟ دحين كل يوم ضيفي ماتشا تي قد هالفنجان، حطي له ملعقة شاي صغيرة. فينا نضيفه كمان على السمو، فينا نعمل وصفة كتير حلوة، نجيب ألموند ميلك مع شوية جنجر وماتشا، مشروب رائع. في 15-10 ثواني لهم أي عوارض جانبية الاثنين؟ إذا زدنا من كمية أخذ المورينجا أو الماتشا بيصير عنا دايريا إسهال، لأنه هن بيعملوا بيعالجوا الإمساك بطريقة رهيبة. أيوة يعني مو تروح عشان تتحمس عشان تبوا تنحفوا وتاخذوا نتيجة تقوموا هن بيساعدوا على التنحيف كمان. حلو، شكرا لك لمنال. شكرا حبيبتي، ألف عافية. تسلمي. وشكرا على النبتة. هي إليك. شكرا. هون في حدا موصيني خلف الكواليس. شكرا لك، الله يسعدك يا رب.